ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية نرحب بضيفي من باريس الصحفي نبيل شوفان. أهلا بك أستاذ نبيل على شاشة قناة اليوم. أهلا بكم صباح. أستاذ نبيل، تطورات كثيرة على الساحة الدولية، نبدأها من ردا على انضمام السويد للناتو. موسكو تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية. ما الذي يضيفه انضمام السويد للناتو؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. كما نعرف يعني هناك كان تصريحات غربية كثيرة للحلفاء أثنت على انضمام السويد للناتو، منهم من وصف الخطوة بالتاريخية ومنهم من وصف الخطوة بأنها ستقوي الناتو من خلال انضمام السويد بجيشها وبعتادها العسكري وبميزانيتها الدفاعية التي ستشارك إذن في يعني إضافة موارد مادية جديدة لحلف الناتو، ناهيك عن الأراضي الجغرافية والموقع الجيوسياسي القريب من روسيا للسويد، وأيضا ما تملكه السويد من أسلحة ومن مصانع ومن يعني خبرات عسكرية وأيضا صناعات إلكترونية لها علاقة بالأسلحة الدفاعية المتقدمة وبتصنيع هذه الأسلحة. إذن هذا مكسب جديد للناتو، انضمام السويد بعد فنلندا، وهذا يعني قرأته روسيا على أنه تهديد جديد وتهديد أكبر واقتراب جديد للناتو من القطب الشمالي. ولذلك كان هناك خطوات روسية، كان هناك تحركات روسية في القطب الشمالي واستعدادات روسية، وربما يعني نشر المزيد من الصواريخ والجنود الروس في القطب الشمالي. ولكن على كل حال بشكل دائم هناك اتهامات أمريكية لروسيا بأنها وضعت صواريخ حتى أو استعدت لوضع صواريخ في الفضاء، يعني ما بالك بالقطب الشمالي على الحدود مع روسيا. إذن هناك مكاسب مادية مباشرة لها علاقة بتعداد عناصر جنود حلف الناتو، ولها علاقة بالأسلحة الجديدة التي ستنضم إلى الترسانة العسكرية لحلف الناتو، ولها علاقة أيضا ب السياسة، وهو أنه الآن السويد ولأول مرة يعني منذ 200 عام تتخلى عن موقف الحياد العسكري وتنضم إلى الحلفاء. هذا لم يحصل أبدا في تاريخ السويد، لا في الحرب العالمية ولا حتى في الحرب العالمية الثانية. لذلك نحن أمام يعني تغير في الخارطة الجيوستراتيجية العسكرية في أوروبا، لأن أوروبا تشعر بأنه روسيا إذا انتصرت في أوكرانيا فهي لن تقف عند أوكرانيا أو عند المناطق التي احتلتها في أوكرانيا. منذ أيام كان هناك سيطرة روسية على بلدة أفتييفكا في مقاطعة أو في نتكا في شرق أوكرانيا، ورأينا كيف أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر قواته بالاستعداد إلى المزيد من التقدم وعدم الوقوف في أفتييفكا. أستاذ نبيل، يعني لو انتقلنا إلى موضوع آخر أيضا أثار الجدل والسجال بين الغرب، لنقول بين أوروبا وروسيا، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستبعد بإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، فيما اعتبرته موسكو ذلك بأنه ليس في صالح الغرب وتوعدت هذا الموضوع. هل فعلا بإمكان الغرب إرسال قوات نقل غربية أوروبية أو أمريكية إلى أوكرانيا؟ يعني ليس في المدى القريب، ولكن في المدى المتوسط والمدى البعيد لا نعرف كيف تسير الأحداث وكيف تسير الحرب في أوكرانيا. هناك إرادة لدى الغرب بأن لا تنتصر، روسيا قرار حاسم في الغرب بأن لا تنتصر روسيا في أوكرانيا، لأنها إذا انتصرت في أوكرانيا لن تقف في أوكرانيا. نعود إلى نفس الفكرة التي كنا نتحدث عنها، كل الحلفاء متفقون على أن لا تنتصر روسيا في أوكرانيا مهما كلف الثمن. ولكن الآن هذا يعني كيف سيكون
أو كيف ستكون المساعدة الغربية، أو إلى أي مدى يمكن أن تذهب المساعدة الغربية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، هذا يعني مرتبط بكيفية سير أحداث الحرب وكيفية تطور قواعد الاشتباك بين أوكرانيا وروسيا. نحن حتى الآن نشاهد معارك في الأقاليم الشرقية خصوصا والجنوبية لأوكرانيا، معارك كر وفر، وحتى الآن لا توجد يعني انتكاسة بمعنى الانتكاسة للقوات الأوكرانية، إنما هذه الجبهات المتحركة التي شهدناها تتحرك عبر العامين الماضيين. ولكن إذا ما حدثت انتكاسة، إذا ما مثلا ما تأخرت المساعدات الأمريكية أكثر مما هي عليه الآن، ربما سيكون هناك تطور أيضا بالدعم الأوروبي لأوكرانيا، لأنه الأوروبيون من يعني من دول شرق أوروبا وحتى بريطانيا بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، هناك اتفاق كامل على أن لا تنتصر روسيا في هذه الحرب. مثلا كان هناك حديثا جرى الحديث من قبل مثلا الرئيس إيمانويل ماكرون عندما وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاتفاقية الأمنية الثنائية مع فرنسا في باريس قبل أسبوعين، كان هناك حديث عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومدافع بعيدة المدى، وهذا يعني ستلتحق عدة دول من الحلفاء بما فيه بريطانيا، وأمريكا تدرس ذلك الآن. تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ سيسمح لها بالوصول إلى يعني أقصى الأراضي الأوكرانية المحتلة، وربما تصل حتى الحدود الروسية للدفاع عن نفسها ولضرب الدفاعات الروسية المتقدمة والمتأخرة في هذه الجبهات. إذن هناك تطور دائما في الأسلحة التي تعطى لأوكرانيا. سمعنا أيضا التصريحات الفرنسية حول تزويد أوكرانيا بطائرات حربية هجومية، وكما حصل يعني مع الدبابات عندما كانت في فترة ما في السنة الأولى قضية تزويد أوكرانيا بالدبابات قضية محرمة وبعيدة، لكن في السنة الثانية قبل الهجوم المضاد الربيعي تم تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات. الآن لا لماذا نستبعد أن لا يتم تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى إذا كانت قادة أوروبا هي من تتحدث عن ذلك وأيضا الحربية؟ مسألة إرسال القوات ما تزال مسألة بعيدة، لأنه لا يوجد هناك اتفاق بين الحلفاء. سمعنا تصريحات واشنطن بأنها لا تنوي إرسال قوات، والناتو أيضا والدول الحليفة الرئيسية كبريطانيا وألمانيا وإيطاليا أعلنت أنها ليست أبدا بصدد إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأنه ربما الآن أوكرانيا ليست المشكلة بتعداد القوات، إنما المشكلة بتأخر المساعدات الأمريكية على وجه الخصوص التي تم الإعلان عنها مسبقا. هذه المساعدات مجدولة ولكن لابد من الإفراج عنها عبر تصويت الكونغرس، وبالتالي حتى الآن لا يوجد يعني حتى المراقبين يقولون بأنه لا يوجد حاجة لإرسال قوات غربية لأوكرانيا على الأقل في الأشهر. طيب أستاذ نبيل، يعني سؤال أخير، اتفاق بين الحزبين في الكونغرس الأمريكي لتجنب إغلاق حكومي، إلى أي يعني مدى يساهم ذلك في التوصل إلى تفاهمات بشأن الميزانية الفيدرالية ومواضيع أخرى؟ نعم يعني تم حلحلة بعض المواضيع داخل الكونغرس بما يخص مسألة تزويد أوكرانيا وإسرائيل، صرف المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وأيضا مسألة حماية الحدود. كان الرئيس بايدن طلب رقما كبيرا، ونحن نعرف أن الولايات المتحدة تعيش سنة انتخابية. الإغلاق الحكومي حدث من قبل أكثر من مرة، وربما يعني هذه المرة يعني هذا التأخير أيضا له علاقة بالانتخابات وبالتصويت المحموم الذي بدأ يعني ببعض الولايات لمرشحي الحزب الجمهوري، خصوصا نتحدث عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يعني يضغط على النواب الجمهوريين من أجل تأخير هذه الموافقة وهذا الاتفاق. يعني حتى حدث اتفاق من قبل بين
الديمقراطيين والجمهوريين، ثم تم التراجع عنه وانقسم الجمهوريين بين جناحين، جناح متشدد مع الرئيس ترامب يرفض رفضا قاطعا الإفراج عن المساعدات وبالتالي يعني الاتفاق على هذه الميزانية، وجناح جمهوري معتدل إذا صح التعبير استطاع التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس بايدن. ولكن بنهاية المطاف يعني سيكون هناك اتفاق لتجنب إغلاق حكومي، أو على الأقل لتجنب إغلاق حكومي طويل، لأنه لا مؤسسات الولايات المتحدة ولا إدارة الرئيس بايدن ولا حتى الجمهوريين لديهم القدرة على الصمود طويلا بالمماطلة بحبس هذه المساعدات، خصوصا أن الرئيس بايدن حذر من أنه عدم الاتفاق يهدد حتى الأمن القومي الأمريكي، وربما يمنح روسيا فرصة للنصر، هذا ما قاله الرئيس جو بايدن. وأيضا يعني مؤسسات الولايات المتحدة لابد يعني أن تصرف الرواتب للموظفين وتلك هي المطلوبة للمشاريع، وبالتالي أعتقد أنه نحن أمام اقتراب من اتفاق على الإفراج عن أو الاتفاق على الميزانية الجديدة لتجنب إغلاق حكومي، وأعتقد أنه لن يكون هناك إغلاق، ولكن حتى لو حدث فلن يستمر طويلا. من باريس الصحفي نبيل شوفان، جزيل الشكر على هذه المداخلة.